التونسيه كاتبه، يمكن كابتن طارق ثابت المدير الفني للترجي التونسي، خسرنا نهائي وكسبنا فريق. فيعني تعليقك على متفق معاه تماما. يعني هو حتى يمكن نزل وفريق على فكره ولسه لعيبه جديده ولعيبه صغيره، حارس المرمى الشاب اللي شارك امبارح في ركلات الترجيح كان هو طبعا اعتقادي ان هو كان شايف ان هو حارس مميز في التصدي لركلات الترجيح، ولكنه كان غير موفق تماما رغم ان هو كان بيروح في اتجاه الكوره في اكتر من كوره. لكن لعيبه الوداد في يعني تقريبا في اكتر من ثلاث كور تقريبا تم تسديدهم على المرمى بكل قوه في ركلات الترجيح، فما كانش عنده اي فرصه ان هو يتصدى لاي ركله حارس المرمى الشاب للترجي. لكن فعلا فريق قوي، فريق واعد طبعا، هيكون منافس قوي في بطولات افريقيا في الموسم ده تحديدا. يعني طيب، يعني هكلمك على الوداد، والوداد على موعد مع سان داونز ذهابا وايابا، وبتشوف المباراة الأصعب هناك في المغرب ولا المباراة الأصعب هتكون هنا؟ وهل النتائج لو الوداد خلص هناك بنتيجة أكبر، هل ده يديله أفضلية على حساب سان داونز في العودة، ولا سان داونز المباراة الأولى في مركب محمد الخامس؟ أيوة، بقول لك المباراة الأولى في المغرب والمباراة الثانية في جنوب أفريقيا، في فريتوريا. مطلوب طبعا إنه الوداد يخلص على ملعبه في مركب محمد الخامس في المباراة الأولى. اتكلمنا دلوقتي إنه الأفضلية بالتأكيد للمباراة الثانية اللي بتكون يعني أنت عرفت فيها النتيجة إيه. في الأفضلية حاليا هتكون لسان داونز إن هو يبقى عارف النتيجة الأولى من نتيجة المباراة الأولى، ويعرف إيه المطلوب منه على ملعبه. لكن جمهور كمان، جمهور الوداد على ملعبه جمهور قوي جدا، جمهور طبعا بيشجع بقوة. لكن أنا بقول لك إنه السنوات الأخيرة الوداد حظه أفضل من سان داونز في المواجهات المباشرة، فنفسيا وفنيا انا بقول ان الوداد هو الاقرب للفوز وتحقيق اللقب. طيب، انا هكلمك عن سان داونز، بس عايز اروح اشوف ماكوينا قال ايه على مباراه الوداد في النهائي، ونرجع لحضراتكم تاني. طيب، يعني ماكوينا الراجل اتكلم على ان مباراه الوداد هتكون صعبه، ولكنه محضر لها بشكل كويس جدا. واعتقد نفس الكلام اللي كنت بتقوله حسام، يعني هي المباراه مش هتكون سهله، المباراه هتكون صعبه بالنسبه لسان داونز، لان البدايه هناك في وسط جمهور زي جمهور الوداد اللي كنت لسه اتكلم عليها. طبعا، اعتقد هو عامل حساب المباراه بشكل كبير جدا يعني. لكن انا عاجبني ان ماكوينا مدرب بيعرف ازاي يتعامل مع كل مباراه بسيناريو مختلف. شفنا التعامل في المباراة الأولى في بريتوريا، مباراة النادي الأهلي، كان تعامل مختلف تماما بسيناريو مختلف تماما. صح، ضغط طول المباراة، عارف عايز يعمل إيه، عايز يخرج بالنتيجة إزاي. في مباراة القاهرة كمان هو كان بيدافع لكن متحفظ، وبيهاجم وبيباغت في بعض الأوقات، وصل بالمباراة للحظة اللي هو عايزها. فأنا شايف أنه مدرب وضع اسمه بقوة في مصاف المدربين في أفريقيا، وشفنا يعني بيجي دلوقتي حاليا الناس بتتكلم عنه هناك أنه هو بعد موسيماني ما عمل مشوار وتاريخ كبير مع سان داونز، بيجي ماكوينا بيعيد تاني على ما يبدو أنه هيعيد أمجاد سان داونز. بتشوف ان الوداد ويمكن الراجل عادل رمزي هو عنده اسلحه متعود عليها، ايوب العملود، سواء يحيى عطيه الله، يحيى جمال، هم معظم اللعيبه اللي بيعتمد عليها. ازاي يشتغل بقى ماكوينا، وازاي يحد من خطوره اللاعبي الوداد المغربي اللي هم يمكن هو خط الظهر عند عادل رمزي وفريق الوداد؟ هو دايما اللي بيتقدم، هو دايما اللي بيسجل، هو اللي بيصنع الخطوره دائما وابدا في اي لقاء. انا بقول انه الوداد يعني لا يختلف كثيرا عن منتخب المغرب. الكره المغربيه تطورت كثيرا في السنوات الاخيره، والمنتخب المغربي حصل على المركز الرابع، الوداد وصل لنهائي بطوله افريقيا، ووصل دلوقتي للدوري الافريقي، لنهائي الدوري الافريقي. ففريق منظم جدا، اللعيبه من العناصر الاساسيه في المنتخب المغربي. فبالتالي زي ما انت اتكلمت برضو يا يحيى، انه المباراه انك ازاي تخرج بالسيناريو اللي انت عايزه في اول مباراه على ملعبك في مركب محمد الخامس، بالتاكيد هيكون هيهاجم علشان يطلع بنتيجه ايجابيه بالنسبه له في اول مباراه قبل ما يلعب ثاني مباراه في بريتوريا. لا، افضليه فنيه بالتاكيد للوداد في المباراه الاولى بالتاكيد يعني.